خبره صاحب مهاره وصاحب لمسات حلوه جدا، وان شاء الله النهارده يكون هو فارس الوقت الاضافي للنادي الاهلي. اللمسه الاولى حسين المحمدي، توصل خيمينيز، تحضير لمسه الواحده من اللاعب البرس، متابع منتهى الخطوه للهجمه على طول، الكره الطوليه مغطي مظبوط، توصل منتهى الخطوه للهجمه، خطيره جدا. والهدف الثالث، والهدف الثالث لنادي باتشوكا، 3-2. الهدف الثالث من متابعة حلوة قوي، وفرحة كبيرة جدا جدا للاعب باتشوكا. والهدف بقدم اللاعب داميان ألبريس اللاعب الأرجنتيني، هجمة حلوة وتحرك جميل جدا جدا، وخطأ كبير من مدافع النادي الأهلي، وزاد وتحرك لقدام اللاعب ألبريس وقدر ان هو يحط الهدف الثالث في مرمى أمير عبد الحميد عشان نادي باتشوكا يحول تأخره من 0-2 إلى تقدم حتى الآن 3-2. هدف حلو قوي، هذا هو المتابعة توصل ناحية طبعا اللاعب ألبريس اللي بيسجل الهدف الثالث وهدف التقدم في لقاء اليوم في الدقيقة 7 من الوقت الإضافي الأول من هذا اللقاء.